هاي البنايات اللي حوالين الابراج جالس يبردون البنايات بالماء. المشكلة في قطع النار اللي بتنزل، تكتلات نارية بتهبط على الأرض. شوفوا كيف الأشياء بتطير. يا الله خير يا الله خير عبارة على صف جانو مالي صف صف كتري حوالي يا الله خير هذا اليوم اللي صاير في ابراج عمان 1 الصراحة اللي صاير شيء مو بسيط الصراحة والله شيء مو بسيط فعليا. Thank you brother. تعال تعال.